مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وفي أنوار جديدة وفي سحر جديد وفي ليالي قدر جديدة وفي يوم رمضاني جديد. لم يبقى إلا حوالي 4 أو 5 أيام من رمضان المبارك، ولم تزل لدينا إلا بعضا من الليالي، هذه الليالي التي خصها الله سبحانه وتعالى بالعطاء والمغفرة والعتق من النار والرحمة والرزق. فهنيء لمن عاش هذه الليالي وهذه الأيام وأعطاها حقها، ولم تزل لبعض من أولئك الذين تقصروا كثيرا في هذه الليالي، لم تبقى إلا بعض الليالي، قد تنال شيئا فيها وانشغلت كثيرا وذهبت كثيرا وتفسحت كثيرا وذهبت بعد الفطور مباشرة أنت وعائلتك وأصدقائك وتسحرتم في أماكن كثيرة في بغداد، وما شاء الله الآن في بغداد ظاهرة السحور الخارجي، ظاهرة أخرى في المطاعم الدرجة الممتازة. هذه وجدت مطاعما ليست بمطاعم، بل عبارة عن كرنفال للرأسمالية. بغداد لم تعد مدينة للفقراء، كل شيء يبنى فيها للأغنياء ولأصحاب المال الكثير. بغداد 10 ملايين مواطن، وكل أغنياء المحافظات، بل كل الفاسدين في العراق وكل السراق وكل 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 يسكنون بغداد، ولذلك كل شيء يبنى في بغداد لهم ولا يبنى للفقراء. المطاعم لا يدخلها إلا أولئك الذين يملكون، يعني تصوروا واحد جلب عائلته من 5 نفرات أنفار، يعني عزمهم على فطور 450,000. زين هذا مش قد راتب، يعني مسكين قد يكون راتبه محدود، يعني 1.5 مليون أو راتبه أو 1 مليون، فهذا لا يدخلها إلا أولئك الذين يملكون المليارات يعني. وأيضا حتى الشقق التي تبنى في بغداد للأسف لا تبنى للفقراء، كلها بربع مليون دولار أو نصف مليون دولار أو غيرها. يمكن المكان الوحيد هو بس مايا فقط، أرخص شقق 75 مليون يعني 60,000 دولار يعني، ممكن وبالتقسيط المريح يعني. وإن شاء الله يعني الدولة هذه الأيام عازمة على أن تبني شيئا للفقراء، ولكن الآن بغداد ليست للفقراء، بغداد للرأسماليين للفاسدين للسراق. ولذلك أقول الكثير الآن ضاعوا في بهرجة بغداد بمطاعمها ومولاتها وأشياء كثيرة. بغداد غريب، يعني ما يصرف في بغداد، أنا شاهدت مطاعم كثيرة في العالم، يعني كل مطاعم أغلب المطاعم العالمية يمكن شفتها، يمكن مرة كنت مدعوا يعني عندي محاضرة أو شيء أو هذا، يعني لم أرى مطاعما بهذا الغلاء، يعني مطاعم في باريس أو في ميلانو أو في روما أو في فيينا أو في غيرها ليست هكذا، لا يوجد هكذا غلاء ولا يوجد هكذا بذخ ولا يوجد هكذا. وبالتالي أقول بعض منا عاش رمضان في هذه المواقع الباذخة، فأي رمضان هذا؟ وطبعا اللبس على آخره والموضة على آخرها، والنساء أغلبيتهن النرجيلة وصايمات يعني، واللبس والغيرة وجاية من الكوافير يعني، هذا ليس رمضان أخوان. من قضاها بهذه المطاعم ليس رمضان. أنا ليس، بالعكس أنا رجل يعني مدني وأحب الحياة ومتحرر إلى بما يخدم الإنسان، يعني لست متعصبا ولست متطرفا ولست رجل دين ولا 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 شيء يعني، بالعكس يعني
أؤمن بالتحضر، أؤمن بالمودرنايزيشن، وأؤمن بأشياء كثيرة يعني. ولكن هنالك أشياء عندما تقول رمضان، تقول صوم، تقول عبادة، تختلف عن هذه الأشياء يعني. ولذلك أقول البعض منا عاش، وهذا البعض الغني، حتى الفقير قضاها قد يكون في المقاهي أو في لعبة الباتس. أوكي، رحت 7 مرات 8 مرات 10 مرات للباتس، مو يوميا، رحت للمقهى يوميا وهذا. ولكن أقصد أنا ذكر إن نفعت الذكر. اليوم حقيقة بالصدفة اتصلوا بي يعني ناس غريب، يعني في حالة مرضية خطيرة جدا، ويتابعون البرنامج والحمد لله يعني أننا. وهناك شيء مفرح أيضا آخر يعني سأقوله بعد الآن. فأحد الزميلات السابقات الآن هي طاعنة في يعني أصابها مرض عضال للأسف، يعني مرض خطير يعني قل ما يصيب البشر للأسف يعني، وتتابع البرنامج، فطلبت مني أن أدعو لها. فقلت والله لا أدعو لك أمام الناس، وأطلب من الناس أن يدعون لك، فأنت أم صالحة. وهي امرأة ودكتورة جامعة، وطبعا هي في التقاعد يعني، الله يحفظها ويصونها يعني، هذه السيدة الدكتورة أم مصطفى يعني بالتأكيد، لأنها مصابة بمرض خطير 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 جدا ليس له علاج. وبالتالي قالت لم يبقى إلا أن أدعوك أن تدعو لي، اللهم شافيها بحق رمضان هذا. أيضا أشياء كثيرة حصلت في هذا الرمضان يعني، اتصلوا فيه كثير يعني. اتصل بي شخص من الفنانين، ليس ممثلا يعني، قال لي كلمة جميلة يعني أنا حقيقة ما أدري أفرح بها أو أتألم لأنه مسؤولية. قال أنا بدأت أصلي وعاهدت الله وأعاهدك بعد أن شهدت هذه الليالي تتكلم عنها، وأقلعت وسأقلع عن الخمر وسأقلع عن أشياء كثيرة، والآن بديت أصلي وراح أستمر أصلي وما راح أقطعها، والخمر انقطعت وعلى الله يغفر لي هذا. هذه من بركات رمضان يعني، الحمد لله. إذا أننا ساعدنا أناسا أن يتبتل، هو طبعا شخص معروف يعني ما أريد أذكر اسمه يعني، وليس ممثل يعني، وليس ممثل ولا مغني يعني، جانب الفني يعني، قد يكون مخرج، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا يعني. طبعا لا يمكن أن أبوح بسره يعني هذا، وهو رجل معروف جدا يعني. فقال أنني كنت لا أستطيع أن أنام إلا بدون الخمر، ولا أصلي ولم أصلي في حياتي، وقد تجاوزت 55 يعني و60، ولكن الآن أيقنت بأن هنالك حساب وهنالك رب وهنالك فرصة. يعني هو يقول أنا من خلال حديثك يعني أما بنعمة ربك فحدث، لا أدعي. ولكن هو رجل قد يكون قلب نقي، وذلك دخلت كلماتنا البسيطة إلى قلبه. الحمد لله نجحنا في، أو ليس نجح، هذا الله سبحانه وتعالى هداه يعني. لو هديت رجلا واحد كأنما هديت الناس كلها، ومن قتل نفسه فإنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما الناس أحياها، ومن هدى نفسا، والهداية من الله سبحانه وتعالى. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء هنا من عنده استعداد، وأيضا الله الذي يكرم به. فبالتأكيد يعني هي تأتي من هذا. ذلك أنا أقول بقت 4 أيام علينا نتجه بها، أولا لنستغفر يعني. أنا أعرف إذا أذكر شخص فلان وأذكر هذا يعني، هو حتما مارس أشياء في حياتي. أول شيء عليه أن يستغفر الله عن موبقة، عن ذنب، عن جريرة، عن جرم، عن يستغفر الله. وإذ كان بإمكانه إصلاح ما أفسده فذلك فيه أجر عظيم. من ارتكب شيئا مع شخص
والآن باستطاعته أن يصلح ما أفسدته تلك الفعلة، والله هذا فيه الأجر كله. ومن أساء لامرأة أو لرجل أو 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 ويتصل فيه ويقول أنا أخطأت في حقك وكذا وكذا وكذا، هذا كمن لا ذنب له يعني، ويسير ويبقى إنسان طبيعي يشتغل ويروح ويجي ويضحك ويتونس ويروح مسرح ويروح سينما ويسمع عبد الحليم ويسمع كذا، عادي ما مشكلة يعني، ولكنك تسير في الطريق القويم يعني. فكلنا كلنا هكذا نستمع للموسيقى، نستمع كذا، بس لدينا خط عام أنه نحاول أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر قدر ما استطعنا ذلك. نحن لسنا رجال دين، وبرنامجنا ليس برنامجا دينيا ولكن برنامج روحاني يعني. يعني القناة عندما طلبوا من عندي يعني، وطلبوا من عندي قبل رمضان بيومين والله أو ثلاثة أيام، قالوا دكتور عندك برنامج روحاني. قلت لهم أنا لست رجل دين. قالوا لا، إحنا ما نريد رجل دين، إحنا نريد رجل روحاني، راح رجل عنده روح يتكلم مع الناس بروحه وكلمة تصل إليه، برنامج رمضاني روحاني، فلن نجد أفضل منك ولن نتجه إلى إلا أنت، فلا تكسر رجاءنا. وأنا من عادتي لا أظهر في برنامج حي يوميا إطلاقا، ولم أفعلها في حياتي لأن لدي التزامات كثيرة داخل العراق وخارج العراق، لدي محاضرات خارج العراق أنا ملتزم بها في مع جامعات عالمية وغيرها، وأيضا لدي أشياء كثيرة، ولكن ألزموني الحجة، فقلت والله لا أفعلها لله ولرسوله، خلاص أنا موافق وما رح أحضر مادة، والله أأتي ولا أحضر مادة، أتي ونتجه إليكم بقلبنا، نحكي بشكل طبيعي اللي أفكر به، والله اللي أفكر به، قد يكون أخطأ، قد يكون أصيب، قد يكون له معنى، قد يكون ليس له معنى، قد يكون كبير، قد يكون صغير، قد يكون تافه، هذا ما أنا نقوله، والهداية من الله والمعنى يوصله الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول بقت أربعة أيام أو خمسة أيام وهي فرصة، قد واحد يقول لك يلا على العام القادم أنا رح أروح عمره وبعدين أجي وسنة اللخ أصوم، من قال لك أنت عايش سنة اللخ أخي؟ قد لا نلقاك أو قد لا تلقانا في العام القادم، انظر شوف انظر كم من الرفاق والأصدقاء فارقونا. أنا اليوم دا أبوع بالموبايل شلت كم واحد من الموجودة أسماءهم لأن فقدتهم بهاي السنة. أنا الآن خمسة مروا علي بالصدفة لأن شفت مقبض فقلت خلي أحذف، وأنا أراجع شفت أشخاص فارقونا هذه السنة، خلاص راح رقم ماله بعد، راح وراح خلاص انتهى انتهى، ليس له لا فعل سيء ولا إجابة إلا العمل الخير، انتهى بعد خلاص وجود انتهى شطبة خلاص، هو عمل الصالح، هو ذكرى الطيبة. إذا مات المرء انقطع إلا من ثلاث: عمل صالح، وعلم ينتفع به، ولد ينتفع به، وأيضا المقصود يعني هو شيء ينتفع به الناس، وعلم ينتفع به الناس، أو ولد يدعو له. فهذه هي تبقى، خلاص راح راح باللحظة اللي يندفن الإنسان راح. أكو صورة يوصفها الرسول، والله تبكي. فكروا معي، عيشوا معي، عيشوا معي هاي الصورة. الإنسان الميت يبقى يحس بالآخرين إلى أن يدفن، وهو في القبر هو يحس بمن موجود. إيش إحساس مثل الواحد اللي شبه المغمى عليه، يعني مبات واحد مثل شبه مغمى عليه، يحس انه بده تحكي الناس بس هو مغمى عليه، يحس بها هكذا. وما دام الناس قريبين عنده يقرؤوا له قرآن لا يتقرب اليه يعني الملكين، ما دام يقرؤوا له وهو مأمن بهم كأنه بده يحس بالعزوة بالدفء انه موجودين يمه،
تلاحظون شوف ربع ساعة يبكون واحد يولول والأم وهذا، واحدة تقول لي يا أخويا، واحدة تقول لي يا أبويا، واحدة ما شنو وين تعوفنا ما شنو، هاي كلها هو عايش بها ريلاكسيشن باسترخاء حس فيها، ويقرأوا له قرآن. جقد يبقون ربع ساعة نص ساعة أقصى شي ساعة، يبدأ شوية شوية. كانت هوسة وجلبة فدميت واحد على القبر، هذا والله الله وعياط وما أدري شنو هذا، ورا نص ساعة تقل، يبقون بس البنت والابن وهذا، ورا ثلاث أربع ساعة ما يبقى بس الابن والزوجة، ورا ساعة يجون أخوته يلا بعد خلاص راح راح الرب وشنو، تبقى آخر شيء مرته أو بنته أو ابنه وشنو، ويحس بأقدامهم وهم يغادرون القبر، صوت بعدين يخفت الصوت مثل الفوليوم اللي تقلله، صوت يخف وبعدين سكون مطلق، أنت وربك خلاص، ليس لك علاقة بالدنيا أبدا، آخر شيء بعلاقة لك بهذه الدنيا هي هذه، من يسحبون مرتك وابنك وبنتك شوية شوية، وهذا شوية تحس بأقدامهم يروحون، كان يقرؤون قرآن انت، هو يروحون بعدين الصوت ينقطع نهائيا، سكون مطبق، هنا يبدأ الحساب، أنت وعملك الصالح، أنت وما قدمت، أنت وما حملت، أنت وتجارتك التي ربحت أو بارت. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الصورة التي بدأناها قبل الفاصل، هي صورة الإنسان. أنا لا أريد أن أشيع السوداوية، ولا أريد أن أشيع القنوطة، ولكني بالعكس أريد أن أشيع الأمل والفرح. عندما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى فهذا قمة الأمل الذي يسعى عليه الإنسان، وعندما يتجه الإنسان إلى ربه فإنه يتخلص من أعباء كثيرة. ولذلك فإننا عندما ندعو البعض أن يتخلص، طبعا عندما ندعو أنفسنا أيضا، يعني هل نحن منزهون من كل صغيرة؟ لا طبعا، لا طبعا، لا أنزه نفسي أبدا. احنا نتكلم بالعموم الذي نقدر عليه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا يعني. أما أنه قضية أنه الواعظ والذي لم يرتكب خطأ، لا، نحن لسنا بواعظين ولسنا برجال دين، يعني فينا من الأخطاء حتما والنواقص وأشياء كثيرة يعني، ولكننا نسعى ونشارك الآخرين بالسعي مع أنفسهم يعني، إن شاء الله نحن نوفق، وإن شاء الله يوفق الكل بعد أن نشاهد سعينا المشترك يعني. فأنقل الصورة التي بدأت بها، وهي الإنسان قبل أن يتوفى طبعا كان يحس بالآخرين، خصوصا في لحظات الوفاة تأتي الناس تواسي وتودع وغيرها من القضايا يعني، فيشاهد الناس من حوله من يبكي ومن يتألم ومن ينظر نظرة حزينة فيها الكثير من الحرقة يعني، مع دموع تنزل على الخدين وغيرها، وهنالك صوت بكاء كان منه خافتا أو عاليا، والمريض يكون بهاي اللحظة يعني، أو في حالة الإغماء أو في حالة قرب دنو المنية، وكنا تقرب يعني، لا يوجد إنسان إلا ومصيره الموت يعني. فأقول في تلك اللحظة الإنسان يكون في نشوة معينة، إن الناس بقربه يودعونه يواسونه، يحس بشيء
من الارتياح سيئا كان او ايجابيا كان. هذا الارتياح حسبي من خلال هاي العواطف. بعدين هو راح يروح. هذا التقييم الدنيوي شيء مختلف اطلاقا عن التقييم اللي راح يصير بعد ساعات. هذا تقييم دنيا. قد يكون الناس مخدوعين، قد يكون الناس تم ساعدهم، قد تنفض عليهم أبنائك اللي أنت أغدقت عليهم، زوجتك اللي تهتميت بها، مقابل العشرات الذين ظلمت والذي أخذت والذي سلبت والذي ساعدت في ترويج أشياء معينة والذي أسأت وكذبت ونفقت وغيرها. هذا كلهم هؤلاء أنت بس بالوشلة توشالة راح يجوك أهلك وحبيك يعني. فأنت بتيك اللحظة ستحس بمشاعر إيجابية فقط، أما ما فعلت من سلبيات فلا أبدا. هذه بعد شوية هذا امتحان شفهي، بعدين يجي الامتحان التحريري. فالإنسان ما دامه مع هؤلاء يحس بشيء ملتهي. حتى بعض الأحيان المتوفي لا يفكر بأنه راح يواجه ربه ويرى ويرى، لا، ملتهي بهاي العواطف. هذا فلان ابنك، هذا ابن عمك، ذاك صديقك، ذاك جيرانك، فلان ايوه هذا برينا الذمة وذا شنو، والله هذا مش شنو، وندعي لك وانت كذا وهذا وشدك هذا، واحد يشجعه، عايش عقله مشغول في جو ايجابي ما يدري المضموم شنو يعني. بعدين اذا توفى كما قلت تبدا هاي الصورة اللي تكلمت عنها، شيلوا الناس ويحس، وقد يكون مشيعين بالآلاف، يحس بهم، يحس بهاي الآلاف، ويحس بالنحيب والنواح والبكاء والصراخ، وهو يسير إلى مثواه الأخير، يغسل، يحس بالماء يعني، بس مو إحساس مطلق، إحساس شبه حلمي يعني. ثم ينقل ويوضع في لحده، ثم ينهال عليه التراب، يحس هذا الإحساس الحلمي كما قلنا يعني، الضبابي الهلامي ما بين الصحوة والنوم، إحساس روحي. بعدين كما قلت لكم تأتي هذه الصورة اللي تكلمت عنها، الناس تبكي وناس هذا، ويحس بأقدامهم موجودة، ويحس يمه ملك الموت مدى يجي، تبدأ شوية شوية تخف، آخر شيء بساعة كما قلت تبقى الأم والزوجة والبنت والابن، بعدين يجون أخوته، يلا خلاص راح، وهذا شوية كان يقرأ قرآن حوالي ربع ساعة نص ساعة، طوف فلوسه راح، الآخرين يابا هذا مش روح نغدي المعزين وهذا، وخطية جاعة وهذا، ويجي ابن عمه ويجي رئيس العشيرة ويجي من شوية شوية يأخذوهم، جاعة وخطية، الشمس قوية، يلا تعالوا تعبت الناس، خطية، يلا مرتهم شنو القبر، هذا شوية شوية. بعدين يحس بأقدامهم تروح، وهو يحس وين عايفيني، أين أنتم، يناديهم عودوا إلي، لا تتركوني وحيدا. ظلمة ما بعدها، ظلمة، هدوء ما بعده هدوء، سكينة ليس مثلها سكينة. هنا يواجه مصيره، هنا يحس المرء أنه كم قصر في دنياه. لذلك أنا دائما أدعو نفسي أقول ربي أوزعني أن أكون في هذه اللحظة في شيء من الارتياح، لأن أنا مقدم أشياء كثيرة، وساعدني والهمني وقويني أن أبتعد عن كل الأشياء لتخلي هذه اللحظة اللي يروحون طاب طاب طاب، يروحون الأخوة والأحبة وبالقرآن والمعزين كلهم يروحون، أحس بقدماتهم تروح. الرسول يقول أحس بأقدامهم تذهب. خاطر بهاي اللحظة أنا واجه مصيري، فدائما أدعو ربي أقول له ربي ساعدني أن تكون هاي اللحظة اللي آخر الأقدام، يحس بآخر قدم،
آخر قدم هي أختك، بنتك، زوجتك، يعني هذا أخ، أم لو كنت شابا. هذا تحس بعض الأحيان يسحلوهن سحل، تحس حتى بهاي السحلة. بعدين أنت وما فعلت ينقطع كل شيء، فنسعى فيما تبقى أن نتذكر هذه اللحظات. أنا صورة دائما أتخيلها، عيشوها معي. كنت أتمنى أن أكون ممثل وكاتب سيناريو أو شيء هذا، وأعيد صياغتها بشكل درامي، وأنت تواجه هذا العالم المهول، الظلام المطلق، الهدوء المطلق، قبر مغلق، روحك تواجه بارئها، ملك الموت، ويأتونك ليلة في ليلة الوحشة، وجوه غليظة ليست فيها روح، عيون هكذا. ها سويت، ماذا فعلت؟ أعيدوني علي أعمل صالحا. خلاص طيناك فرصة، فرصتين، ثلاثة، أربعة، خمسة سنوات، طيناك فلوس، طيناك صحة، طيناك زوجة، طيناك أبناء، طيناك فرص كثيرة. واي آخرين انت قسيت عليهم وكان ممكن تسامحهم، ليش؟ واي ناس فقراء كنت تروح تقعد مطعم تدفع نص مليون على واحد، وناس خطية جياع معك، ليش؟ واي كذبت على ناس، واحد دهسته وبقيته، يعني رحت صح حطيته في كم فلس وراح وبقى معوق، ليش ما تابعته؟ والله منطيك فلوس. واي ناس اشتغلوا لك بيتك ومدري شنو شغلات وهذا، ما انطيتهم حقهم، اعتبرتها فهلوه، اعطيته نص حقه وغيره، ليش؟ واي ناس انت غلطت عليهم وسبيتهم بالشارع وراحوا ظلوا متألمين منك يوم كامل وما ناموا الليل، ليش؟ وغيرها وغيرها. ما لهذا الكتاب لا 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 يغادر صغيرة ولا كبيرة، ليش؟ ليش هذا المال بذرته؟ ذاك الشيء سويته؟ هذا أسأت له؟ ذاك من شنو؟ ذاك صعدت على أكتافه؟ لماذا نقلت كلمة قال لك فلان لفلان وسببت مشكلة؟ ليش؟ ليش ما توقفت؟ ليش ما ضميرك توقف؟ ليش؟ وهذا كل هاي الأسئلة أحتواجه، وهنا أنت وربك عاد. أنا لا أكلم الأموات، أنا أكلم نفسي الآن وأكلم الأحياء ليستمعون، ما أدري قليلين 10 15 5000 10000 ما أعرف، يعني هسه اللي يشوفون يعني هل 5000 خليه يفكر إنه شقد راح أمسح من ذني وأقلل من ذني وأزيد من الأشياء الزينة. حتى هذا اللقاء اللي راح أواجهه بليلة الوفاة، ليلة الوحشة، هذا كنا نواجهه، من مواجهة تريليونات البشر راح أواجهوها، وكل آبائنا وأجدادنا وهذا أخوتنا واجهوها، وإحنا راح نواجهها باكر عقبة، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة راح نواجهها. ولذلك لنعمل لهذا اليوم، لهذا اليوم الذي شره قمطرير، يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم، والقلب السليم هو القلب الذي تخلص من ادرانه واخطائه وامتلأ بالخير. قالت روح الرب ممتلئ، ما تاخذنا الحياة، ما تاخذنا الدنيا، ما تاخذنا القوة والصحة، ما تاخذنا النشوة، ما تاخذنا الانطلاقة، هذه كلها أشياء توقعك في الزلل. كنا مراهقين، صارت هاي النشوة والعياط أو الصرخة والهذا والواو والها كلها وعشناها،
ومنا من مارسها بشكل إيجابي ومنها منا من مارسها بشكل غير إيجابي. ولكن البعض منا من امتنع عندما كان مراهقا كان يحسب. يعني أنا أتذكر كنت مراهقا في زماننا في السبعينات كان كل الشباب يشربون الخمر والله، أما بنعمة ربك حدث. كنت أقول لا إلا الخمر يا معود بيرة هو لا، القطرة والبحر واحد، النية الصفاء راح تواجه ربك. هذه تنسحب على ممارسات أخرى وأخرى وأخرى وأخرى. الآن أنا ألتقي بأصدقاء كانوا من الناس الذين يشربون الخمر، يعني الآن هم أتقياء ورعين وغيرها وغيرها. شو تقول؟ ألا تتذكر كلامي؟ طبعا تأخذ العزة بالإثم، لا طبعا احنا كنا طايشين وكذا وغيرها وغيرها. هذه الذنوب لن تمحى، ولكن صح حتى الله غفر لك، ولكن عليك أن تعوض. أيهما أفضل؟ هذا اللي امتنع من البداية لو هذا اللي امتنع بالنهاية؟ عليك أن تعوض، عندك دين، لا يمكن أن تكون حالك حال هذا اللي كان طول عمره مثلا. هذا يجب أن يضاعف جهده، يجب أن يضاعف عطاءه حتى يواجه ربه بقلب سليم. حتى هاي اللحظات كلنا راح نواجهها، ورمضان وباقي 4 أيام 5 أيام. نعهد الله، أعهد الله على أشياء بس شنو بس يعني أنا أرى الناس شنو قابل مجرمين الناس يعني هي أخطاء معينة بسيطة حكاية منها وشنو نفاق وهذا ما أخذ حق هذا مسألة بسيطة، وأقصى شيء يمكن الخمر ولا يعوذ بالله، وأقصى شيء قد يكون بعض الشباب تمارس يعني الزنا عفوا. الحمد لله هذه الإنسان يقدر يتخلص منها، يقدر يتخلص منها. وهي شنو يعني مسائل قادر الإنسان على، ليست قوت الحياة الخمر، ليست قوت الحياة الممارسات الأخرى خارج الإطار الشرعي، ليست قوت الحياة إطلاقا. تجده في زوجتك، تجده عند الأخريات. ليش يعني؟ ليش ما عندك حلالك؟ ليش شنو هذا عقابة عظيم حتى في الشرع. الأعزم مثلا عقوبته في الزنا غير المتزوج، تكون عقوبته أكثر. زين ليش بعض المتزوجين عندهم هاي الحالة؟ ليش ما عندك انت حلالك وحياتك؟ يعني شنو؟ ليش هالرمرمة؟ هذه كلها تقلل من هذا الثقل الذي سيواجهه الإنسان في ليلة وفاته. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى. ونحن نتكلم عن لحظات وعن عبر نحاول أن نحملها في هذه الأيام المباركة. ولا يوجد عبرة أعظم من عبر القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. ولا يوجد أعظم عبرة من سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. ولا يوجد أفضل من كلمات أبي الحسن عليه السلام وآل البيت الأطهار. فهؤلاء كانوا ولم يزالوا هم سفينة النجاة، ونحن نتمسك بكلام رسول الله: تركت فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. قال عترتي، لم يقل سنتي، هذه وضعت فيما بعد. كل المصادر تقول عترتي. شغل وتشويه وتزوير حصل في زمن الأمويين، فلوس وكذا وكذا وكذا، صارت سنتي. وبالتأكيد هي أكثر من سار على السنة هم آل البيت. خذوا السنة من آل البيت، يعني
سنة رسول الله على آل بيت، وهم الذين حفظوا سنة رسول الله. الذي حفظ سنة رسول الله هم آل بيت. أما تقول لي والله بعض واحد البخاري بعد 200 سنة يجي ومسلم يجي بعد كذا وهذا، ويجون واحد والله قال، أنا طبعا لا أشكك طبعا الصحيحين على رأسي وعين، أحاديث رائعة وجهد إنساني رائع، أنا ما أشك بولد أخطأ، بس أقول يعني هنالك طريق آخر. يعني الأحاديث كتبت بعد الرسول بسنة سنوات طويلة، يعني متى كتبت؟ كتبت في يعني في نهاية القرن الثاني الهجري أو في أواسط القرن الثاني الهجري، و هاي يعني جمعت لكن كتبت بعدين يعني. والفترة الأموية أضافوا أحاديث كثيرة، يعني واحد اسمه عروة، وما أدراك ما عروة، هذا وضع أحاديث غريبة عجيبة لخدمة الأمويين. ولذلك تلاحظون كل حديث بإساءة لآل البيت ولعلي بن أبي طالب تلقى وراها منه عروة، وكل حديث بها تمجيد لأشخاص لديهم موقف من علي بن أبي طالب من وراها عروة. ووضع أحاديث، والبعض الحديث انسبها إلى هذا، قال سمعت عن سيد عائشة، سمعت عن عمر بن الخطاب، ماكو لا سيد عائشة قالتها ولا فلان قالها ولا فلان، البعض هو بعض الأحيان هو ومشت ومشت. فكثير وذلك الأمويين اشتغلوا شغل شغل كبير جدا على السيرة النبوية. ولذلك تلاحظون السيرة النبوية اللي هي كلها مرتبطة بآل البيت، تلاحظ كم من الأشياء تخص آل البيت، لا السيرة ولا الأحاديث، يعني شقد نسبتهم. فإذا هنالك سيرة كتبت هنا، وأيضا هنالك روايات كتبت، يعني الشيعة يعتمدون على الروايات والسنة يعتمدون على الصحيحين، هنا يوجد شيء وهنا يوجد خطأ وهنا يوجد خطأ، لكن الاثنين يكملن بعضهم. لماذا هذا يرفض هذا ويرفض هذا؟ يعني أنت ستخسر أحاديث كثيرة من الصحيح، وأنت أيضا ستخسر أحاديث كثيرة عن روايات آل البيت. يوجد روايات ما موجودة بالصحيحين، ليش ترفضها؟ يعني لماذا ترفض؟ مو هاي إذا أخذناها معناها هاي مال الشيعة، راح نحترم الشيعة وإحنا نقول الشيعة رافضة كفرة، شلون نمشي على الرافضة الكفرة؟ أخذهم العزة بالإثم، أي هاي النتيجة، غير أخذتها صارت تفرقة وخسر الإسلام. نعم يعني بهذا لا، يعني يجب أن يكون العقل هو السائد، وهو ولذلك كثير من رجال الشيوخ الذين انفتحوا يعني وقدم الشافعي كان منفتحا إلى حد ما، وبالتالي كان يسمع إليها، وبالتالي أضاف إلى يعني كل الفقهاء السنة الأربعة كانوا منفتحين إلى حد كبير الاستماع للصادق وغيره. ولكن طبعا الجو العام كان هو متناقض مع ما يقوله الصادق ويقول هذا، ولكن البعض منهم كان منفتحا يعني، وذلك أثروا تأثيرا كبيرا جدا على بعض من الفقهاء مثل الشافعي مثل أبو حنيفة مثل أحمد بن حنبل ومالك، يعني فيها بعض جكيت بس أخذوا يعني في 3% 400% من ما قاله آل البيت، والباقي يعني تلاحظ ألا فيها تكون فيها ابتسام. لذلك أقصد يجب أن لا نتعصب أن كل شيء هنا صح وكل شيء هناك خطأ، هذا التعصب هو الذي دمر الإسلام. لنكون مسلمين، وأنا مسلم شيعي، أنا مقتنع شيعي، أنا مسلم سني، خلاص أنا مقتنع سني، مثل ما السنة يقول لك أنا مالكي، أنا حنبلي، أنا شافعي، حنفي، أني زي ليش ما كتكفير بيناتهم؟ بس الوهابية، طبعا الوهابية هي المشكلة، الوهابية اللي تكفر، فبس طلع للتكفيريين أوكي. التكفيرون هم الذين خلقوا الأزمة الكبيرة، التكفيرون هم الذين خلقوا المشاكل بين طبعا التكفيرين مو الآن، تكفيرين من أيام الخوارج. الخوارج كانوا أول تكفيريين، كفروا الدنيا كلها وأحلوا دماء الدنيا كلها،
كما الدواعش الآن وغيرها وغيرها وغيرها. القصد الإسلام أوسع بكثير. لنعود إلى القرآن ونأخذ منها العبر، ونعود إلى سنة رسول الله المعتبرة التي تؤخذ من مصادرها الحقيقية، ونعود إلى أبي الحسن ونقتدي بكلمات قالوها. لاحظ هنالك، اليوم كنت أقلب كتبي عن أبو الحسن عليه السلام، يقول في إحدى مقالاته: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به. إذن القرب للأنبياء وإلى الرسول ليس بالقرب الدم فقط، يعني أبو لهب كان عم الرسول، ليس مشكلة، يعني ليست أساس، يعني لا نزكي أبو لهب الذي لعن في القرآن، ولكن أعلمهم بما جاء به. من يتقرب إلى الله، إلى رسوله، ويقتدي بتعاليمه فهو أقرب الناس إلى رسول الله. ذلك الرسول قال: سلمان منا آل البيت. سلمان منا آل البيت، يعني مثل ابني، مثل أخي. ليش؟ لأنه سلمان قريب جدا، ملتصق ومتفكه وفاهم مبادئ الرسول. وقال عن عمار: من أغضب عمار فقد أغضبني، ومن أغضبني أغضب الله. عمار رجل يمني، يعني بعض يقول حبشي، بعض يقول هذا، لكنه كان ملتصقا بمبادئ الرسول وغيره من الصحابة النجباء المنتجبين. هؤلاء ليسوا لا أبناء ولا أخوة الرسول، ولكن كانوا أقرب الناس إلى الرسول بحكم أنهم أعلم الناس بالرسول. فإذا عندما تريد أن تتقرب إلى الله ورسوله تكون قريبا لمبادئ النبي وما قاله النبي. هسه ما علينا احنا سنة وشيعة، وما علينا من علي وعمر ومعاوية ويزيد وغيره، وهذا احنا نعود إلى ما قال الرسول. يقول لك ايه احنا نعود الرسول، زين أخي أنت إذا مشلب لي بس في الصحيحين، زين والباقي؟ أي خلاص أنا ما أخذ الدين من الصحيحين. يابا هو قمة التبزئة، أكو يابا أكو شيء آخر موجود في مكان آخر عن آل البيت. أنت من تلغي آل البيت نهائيا، أنت لغيت ثلاث أربعة الدين الإسلامي، تجي تشلب لي بعشرة بالمئة وتقول لي أنا ماشي، ما يعني هذه قسمة ضيزة. أوكي أنت أخذ منا ومنا وشوف مبادئ الرسول. نحن الآن مشكلتنا وين؟ أننا تركنا مبادئ الرسول، شلبنا بابن تيمية. منو ابن تيمية؟ مقابل الرسول وأصحابه المنتجبين، مقابل آل البيت، منو ابن تيمية؟ شنو ابن تيمية؟ مقابل علي بن أبي طالب، من هذا مقابل الصحابة، شنو هالولاء لابن تيمية؟ يعني تجي تقارن لي ابن تيمية بعلي بن أبي طالب مثلا، يعني منو ابن تيمية؟ أنا عندي كتاب دا أشتغل به، وكل ما أريد أن أطبعه هو أقول لا والله بعد، محتاج وقت، اسمه مكيال ابن تيمية. ابن تيمية من يجي يقيس الناس، تلاحظ فظيع هذا الرجل، فظيع. من يقول مثلا فعل معاوية فلاش، رأسا يظل صفحتين يمتدح بهذا الفعل وما يناقشه، قد قام هذا وكذا، هذا يدل على إيمان دقيق وعلى سياسة، وعلى وخير من ساس الأمة بعد رسوله هو معاوية، ومعاوية يمثل، وهذا خير، وهذا نابع لأنه كان من كتاب صفحتين يمتدح به. يذكر فعل لعلي بن أبي طالب، شو يقول؟ ولكن هذا لا يعني أنه كذا، وهذا لا يعني أنه كذا، ويبدو أنه كان هناك تأثير، ولكن هنالك شيء قد يتعارض، يظل صفحتين بس يفند بهذا الفعل اللي مال علي.
ذاك مطلق الإيمان. شوفوا كتب ابن تيمية، شوفوا من يذكر قضية لأموي أو لشخص واحد، وشوفوا من يذكر لعلي بن أبي طالب. لازم يفندها، لازم يطلع بها خطأ لولا. إذن هذا إنسان قويم، هذا إنسان قويم، هذا إنسان قويم. ابن المطهر الحلي عالم جليل، ابن المطهر الحلي عالم جليل، هو بن طاووس وغيرها. ألف كتاب معاوية ابن تيمية يرد عليه بكتاب إلى هو اسمه ابن المطهر الحلي، يرد عليه ابن المنجس، ابن المنجس الحلي. فإن هذا الرجل رافضي كافر، هذا العالم الجليل نظر ابن تيمية، هذا الرجل يقول لا إله إلا الله وجمع الناس وقاوم الإلحاد وقاوم الزندقة وقاوم الفرق الضالة وأوجد فقه عظيم، يقول ابن المنجس الحلي هذا رافضي كافر، هذا رافضي. شنو هذا تقروا له؟ شنو هذا؟ هذا كذا 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 كذا. هو هذا إنسان قويم إذا يقيس الناس بهذه الطريقة رافضي، يعني شنو رافضي؟ شنو رافضي؟ فهي شعار رافضي كافر. ليش رافضي؟ تلاحظ أن ترى أكو شيء مضحكة قد يستغربونها أنتم الآن، تقول هاي طائفية، لا أخوان أنتم من واحد يغوص بالتاريخ يجد أشياء تطلع بالنفس. مجرد واحد مدح علي بن أبي طالب، لا هذا رافضي، هذا شيعي رافضي كافر. اي حديث يجي من عنده ينتهي. طبعا اللي يجي بعده اول مره رافضي شيعي، بعدين كافر، بعدين نجس، بعدين مدلس، بعدين حاقد على آل البيت على الصحابه، بعدين يسب، يقوم يضيفون من كيفهم. وبعد 200 سنه يجي هذا الرجل صاير زنديق كافر منحرف كذا 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 كذا. هو فد واحد قال هذا رافضي، خلاص رافضي انتهى، بعد انتهى. شنو رافضي يعني؟ شنو رافضي؟ شنو رافضي؟ نهايته إيمانه وإسلامه وكله والله رافضي. رافضي شنو؟ عنده وجهة نظر، قال بأنه لا يصح الحكم بوجود الأفضل، لا يصح حكم المفضل على الأفضل. إذا وجود الأفضل فلا يصح حكم المفضل، حتى لو كان أصدق الناس وكذا وهذا ورئيس عشيرة وعظيم وصحابة، بس ميسر يحكم بوجود الأفضل. الأفضل هو الذي يحكم، ماكو مفضل. وجهة نظر. هاي 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 كلمة لا يمكن أن يجوز للحاكم أن يحكم المفضل على الأفضل، هذه جعلت الناس كل شيء يعتبروهم رافضة، نجسين، قذرين، مجرمين، خلاص روح. إيه بس هذا مو تفكير، هذا كان تفكير قد يكون أقوام قديمة. زين الآن إجا بعدين صلاح الدين أيوبي جذرها، قام كل واحد يكتب بالسوق. شوف الجو اللي خلقه صلاح الدين أيوبي بمصر، أي واحد يجي عنده تجارة، أي واحد مثلا يدين نفسه، هذا رافضي رفضي، يجون ياخذوه خلاص. يا بشون كان بيصلي صلاة الرافضة، بيقول علي أمير المؤمنين، يروح ينتهي يعني. وصارت نكت كثيرة بمصر بهذا. وذاك تلاحظون بالأفلام، يا بنت الرفضي، يا ابن الرفضي، مشت لحد الآن بالأفلام ما يعرفوا شو معناها بنت الرفضي وبنت الرافض، يعني بنت الرافض لحد الآن. أنا مرة قلت له اللي قلت له النور الشريف كان جاي لبغداد، قلت له هاي شلك بيها انت كل هذا يا بنت الرفض؟ قال الله انا قلتها؟ قلت له اي فيلم كذا كذا، قال يمكن يعني السيناريو كذا يعني نعمل ايه يعني،
يعني بس احنا من ليش اللي التصور ده يعني شنو معنى دي سبه وشتمه دي شنو معناها يعني ممكن تاريخيا تكون كده بس يعني احنا ما لناش شنو ما لناش انت رافضي طلعت من لكم السياره غيرها شنو هذا اسماعيل ياسين كله بدتر رفضي فلحد الان لحد الان بالمسلسلات وهذا بدتر رفضي السبه الوحيده بمصر رافضي لان كان قبل اي واحد رافضي يحرق يقتل حتى طلعت نكت جميلة يعني في مصر يعني على هاي الأشياء وأحرق ناس وسحلوا ناس في الشوارع بعد ذلك بعد ما جاء صلاح الدين الأيوبي لأن تهمة الرافضي إعدام ده رفضي خلاص رفضي يعني أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد وأهلا بك لنكمل الحديث في هذه الليالي السحر الليالي الأخيرة من رمضان. اليوم كنت أقلب واحدا من كتبي عن علي بن أبي طالب وقرأت شيئا جميلا للإمام علي: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. شوفوا الوفاء صفة جميلة ورائعة ودائما الإنسان مطالب بها، والغدر صفة ذميمة ودائما الإنسان يطالب بها، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بتحقيق الوفاء وإلغاء الغدر. لكن هنا فالجدلية رائعة وجدها الإمام علي: الوفاء لأهل الغدر غدر والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. شنو المقصود بهذا؟ يعني أنت ما تفي بالغدرة وتساعدهم على أن يبقوا يغدروا كانت تكون سلطة ظالمة وقاهرة، وأنت تفي إليهم لكي يقوموا ويستمروا بغدر الناس وقتلهم، فهذا ليس وفاء لله، هذا وفاء للغدر، فإذا أنت غادر. ولكن لو غدرت بهؤلاء الغدرة الذين يقتلون الناس ويغدرون الناس فهو وفاء لله. لماذا؟ لأن الوفاء مفردة نسبية، وفاء لمن؟ قد يكون وفاء لي وغدر لشخص آخر. فعندما تكون وفيا للغادر فإنك تكون غادرا لله سبحانه وتعالى. فأيهما أحق أن تفي به، الله أم الغادر؟ الغادر طبعا، ولذلك يجب أن تفي بالله وتغدر بالغادر. يعني عندما تكون في قضية إنه إما تغدر بهذا الشخص أو تكون سلبيا، وهذا الشخص لو لم تغدر به سيبقى يستمر بغيه وقتله، لا، هذا كمن قضية من رأى منكم منكرا فإن لم في بيدك لو بعدين بلسانك بعد ذلك في قلبك، هذا أليس منكر؟ أليس القتل والغدر وأهل الغدر أليس يمارسون المنكر؟ ألم يطالبنا الله سبحانه وتعالى بمحاربة المنكر بأيدينا؟ ولهذا تلاحظون أكون أسمع نوبات، يعني أنا قبل كم يوم سمعت واحد سياسي يسمى سياسي قل والله أني رجل وفي ما أغدر، أني كنت أعرف مكان فلان وفلان من دول النظام السابق اللي كانوا يسوون تفجيرات ومن شنو وهذا وكنت أعرفهم بس أنا ما أغدر، أنا وفي. أنت وفي لمن؟ أنت مو عضو برلمان، أنت شنو؟ أنت غدرت بالشعب اللي منتخبك وبالشعب اللي حاطك بالسلطة. وأيضا هنالك شيء اسمه وفاء لله سبحانه وتعالى،
أن تسير وأنت أقسمت على القرآن أنك تحافظ على الدستور وتحافظ على المجتمع وتحافظ هذا وغيره وتحارب الفساد وتحارب القتل وتحارب هذا. زين إذا أكو واحد قاتل ومستمر ينطي يوميا بلاغات وينطي مدري شنو هذا وهو عزت مدري شنو هذا، والله أنا أعرف مكانه بس ما كنت أقدر، لأن الوفاء أحد صفاتي، أنا ما أقدر. هذا غدر، أنت وفيت لهذا الشخص نعم، ولكن غدرت ربك، غدرت القسم مالك، غدرت عضو برلمان أنت، غدرت شعبك، غدرت الناس اللي وياك، غدرت كل هاي الأشياء، كلهم ذولا غدرتهم. تكلمت بوفاء بسيط بواحد غادر، واحد يقتل شعبك ويقتل هذا ويقتل أمتك. فأكو عبارات يطلعون دول السياسيين يحجوها بطريقة، هو نفسه هذا السياسي، والله أنا كنت مسؤول على النزاهة بالبرلمان وجا واحد فاسد وقال لي سكر لي نصا، سكر لي هذا الملف وطيك 10 ملايين دولار. أخذت 10 ملايين دولار وما سكرت لهذا الملف. لكن كم 10 ملايين أنت ماخذ وسكرت؟ أو يطلع ويحكي وسحور سياسي وسحور ما أدري شنو وفطور، ويطلعون 24 ساعة حلقهم هاي كبرى ويحكون هذا وهذا، كلمات ليست كالكلمات الوطنية وغيرها. فلماذا استمر الفساد واستمر القتل واستمر هذا؟ لأن وجود هؤلاء الذين لم يغدروا بالغدارة. فذاك شو تلاحظ كلمة الإمام علي، كلمة هي مستفزة، الغدر بأهل الغدر وفاء، والوفاء لأهل الغدر غدر. لو السلطة أعضاء البرلمان وغيرهم غدروا بالغادرين كان أجدر بهم وفاء لله ولله، أو أنتم قاسمين على القرآن. لو هؤلاء غدروا بالباقين لكان الأمور غير طبيعية جدا. ولذلك الآن الفساد مستشري بشكل كبير والناس ساكتة، البعض منها يقول لك والله صديقي وهذا مش ما أريد أغدر به لأنه ما أريد أخونه لأنه أمن بي وما أدري شنو، وفيت إله، لكن غدرت ربك، غدرت ضميرك. شوفوا الآن نحن بأمس الحاجة إلى مقولة علي بن أبي طالب، الوفاء لأهل الغدر غدر لله، وغدر لأهل الغدر وفاء لله سبحانه وتعالى. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.